غصب على مدرسة اللاجئين في مدينة الطبقة بتاريخ 19/2/2013. قصف على مدرسة ميسلون في مدينة الطبقة. قصف المدرسة صار 3 قضايا تجوا عليها. المدرسة أبوه كل ملاجئ يفوه. ما يجي شيء على الملاجئ. إن شاء الله إن شاء الله. الله خير وحافظنا وأرحم الراحمين. هذه مدرسة. هذه مركز الثقافة في مدينة الطبقة. حرق بالكامل تاريخ 19/2/2013. تدمير قصف الطيران والمدفعية. الله عليك يا بشار. الله أكبر. لا إله إلا الله.